هل فهمت درسنا هذا اليوم؟ الحمد لله لقد كملنا دراستنا هذا اليوم وشكرا وأتمنى لكم أن نلتقي مرة أخرى. هل فهمتنا يا طلابي وطالباتي؟ الحمد لله الحمد لله إن شاء الله. إلى اللقاء. الدرس بطريقة جوجل ميت، أنا غير مرتاحة بهذه الطريقة، أشتكي حينما كنت في الفصل والدرس جميل وهناك طلاب وطالبات، لكن لا بأس به. يا ننزف الفصل، ننزف فصلي. أنتما ممتاز. فصلنا نظيف وجميل. الحمد لله. هيا بنا نرتب الكتب. ممتاز. هيا بنا نغني. السورة المجلة الجدول الرف المعلمة الفصل. هيا ننزف الفصل. السلام عليكم أستاذة محفوظة. وعليكم السلام. وعليكم السلام أستاذة شفيقة. أستاذة ماذا تفعلين؟ أنا أدرس درس اللغة العربية للسنة الأولى. سبحان الله. بطريقة جوجل ميت. ما شاء الله. ولكن أستاذة الآن وقت الاستراحة. وقت الاستراحة. يا الله نسيت أستاذة شفيقة. هيا بنا يا الله يا ربي. شكرا جزيلا لك. عفوا. KPM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ديدي تي في KPM. أنتم معي شفيقة هنافية. وكيف حالكم جميعا؟ الله يفتح عليكم. آمين آمين يا رب العالمين. اليوم ممتع جدا لأن سنتعلم عن اللغة العربية. موضوع apa dia؟ هيا ننظف الفاص. maksudnya apa؟ جوم kita bersihkan kelas. ولكن قبل هذا ممكن نتعرف مع المعلمة الممتازة اليوم. هيا ننظر بروفايل جورو. الحمد لله معنا في استوديو أستاذة محفوظة عبد الله من SMKA توك باتشو باتشو كلانتان. السلام عليكم أستاذة. وعليكم السلام يا شفيقة. كيف حالك يا أستاذة؟ الحمد لله بخير. وأنت؟ الحمد لله خير جدا. أستاذة اليوم معنا في استوديو bukan kita berdua sahaja. نعم. ولكن هناك الطالبات من SMKA توك باتشو كلانتان. أستاذة نعم. ممكن kita boleh memperkenalkan mereka أستاذة؟ تفضلي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. شكرا جزيلا لكم جميعا. اليوم معي طالباتي من المدرسة الثانوية الوطنية الدينية توك باتشو كلانتان دار النعيم، ومعي إن شاء الله بناتي حسنى. السلام عليكم يا حسنى. ما شاء الله. بعدين أستاذة ثانيا هاشيما. السلام عليكم هاشيما. الحمد لله. والثالثة بنتي أمنا. السلام عليكم أمنا. كم سلام. ومعي الأخيرة أختي فاشا. هن طالبات من السنة الأولى البازي. Masya Allah. Syukur jazilan Ustazah kerana memperkenalkan mereka. Hebat-hebat semuanya. Jadi Ustazah, apa yang kita nak belajar pada hari ini Ustazah? Kita semua tak sabar nak dengarkan. Dipersilakan Ustazah. Tafadhali. Syukran jazilan ya Ukhti Syafika. Hada liyum insyaAllah sawfa nadrus al-lughata al-arabiyah lis-sanatil ula. Wa mawdu'una hada liyum hayya nunazif al-fasla. Jadi Ustazah, mungkin kita boleh teruskan? وقبل أن نستمر دراستنا هذا اليوم إن شاء الله سنرى معيار المحتوى إن شاء الله هذا اليوم.
سوف ندرس مهارة القراءة إن شاء الله، مهارة القراءة وثانيا مهارة الكتابة. ومهارة القراءة في آخر الدرس يقدر الطلاب قراءة الكلمات قراءة صحيحة مع الفهم والاستيعاب إن شاء الله، يعني الاسم في الدرس الأول. وثانيا إن شاء الله مهارة الكتابة، في مهارة الكتابة إن شاء الله في آخر الدرس يقدر الطلاب كتابة الكلمات كتابة صحيحة إملائيا واستخدامها تحريريا حسب المواقف إن شاء الله. هذا كلها معيارنا هذا اليوم يا أختي شفيقة. ما شاء الله، itu dia standard pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Tak sabar-sabar kita nak dengarkan. Mungkin Ustazah nak perkongsikan sedikit untuk segmen kali ini. الحمد لله. هذا اليوم المهم كلمة درسنا هذا اليوم هيا ننظف الفصل. سنرى موضوعنا هذا اليوم هيا ننظف الفصل. النظافة من الإيمان، وهذا مهم جدا في حياتنا إن شاء الله. موضوعنا يعني سواء نظافة في الفصل في المدرسة في أي مكان إن شاء الله، لأن الله يريدنا نهتم بالنظافة خاصة في العبادة، لأن الله يحب الجمال كان؟ إن الله جميلا يحب الجمال إن شاء الله. ما موضوعنا هذا اليوم يا بنتي حسنى؟ ما موضوعنا هذا اليوم؟ هيا ننظف الفصل. أحسنتي، هيا ننظف الفصل. ما معنى هيا ننظف الفصل يا بنتي هشيمة؟ هيا ننظف الفصل بمعنى ماري membersihkan kelas. نعم الحمد لله. وسنرى هذا اليوم كلمة الاسم. الاسم اقرأي يا أمنا. أولا سنرى هذا اليوم ما معنى الاسم يا أمنا؟ ما معنى الاسم؟ الاسم بمعنى كتا نما. نعم أحسنتي. والدرس هذا اليوم المعلم. المعلم يعني المعلم كلمة للمذكر، والكلمة المعلم للمذكر، والمعلمة للمؤنث. اقرأي يا فشا ما كلمة هذا اليوم؟ ما كلمتنا هذا اليوم يا فشا؟ المعلم. ما معنى المعلم؟ ما معنى المعلم؟ المعلم بمعنى seorang guru lelaki. ممتازة. وكلمة الثانية المعلمة. المعلمة أستاذة شفيقة المعلمة، وأنا أستاذة محفوظة المعلمة. نعم المعلمة. ما معنى المعلمة يا أمنة؟ ما معنى المعلمة؟ المعلمة بمعنى seorang guru perempuan. ممتازة. وكلمة أخرى، كلمة أخرى الطالب. الطالب ما معنى كلمة الطالب يا هشيمة؟ الطالب بمعنى seorang pelajar lelaki. نعم الطالب. ثم كلمة أخرى الطالبة. الطالبة الطالبة اقرأي يا حسنى. الطالبة. نعم ما معنى الطالبة؟ الطالبة بمعنى seorang pelajar perempuan. ممتازة أنت ممتازة. والآن سنرى كلمة أخرى الرف. الرف نضع فيه الكتاب. الرف اقرأي يا حسنى. الرف. نعم ما معناها؟ الرف بمعنى رأبك. نعم الرف. وكلمة أخرى الفصل، يعني الطلاب والطالبات في الفصل، يعني الفصل المكان الذي ندرس فيه. نعم اقرأي يا أمنا. الفصل. الفصل. الفصل.
نعم، ما اسم فصلك يا أمنة؟ اسم فصلي ستو البازي. نعم ممتازة. وكلمة أخرى، الجدول. الجدول اقرأي يا هشيمة. الجدول. نعم، ما معناها؟ ترجميها مباشرة. الجدول. الجدول بمعنى جدول. نعم ممتازة. وكلمة أخرى، الخزانة. الخزانة أمنة. الخزانة. ترجميها. الخزانة بمعنى الماري. نعم حقا. وثم كلمة أخرى، السبورة. السبورة. وأنت يا حسناء؟ السبورة. نعم ترجميها. السبورة بمعنى باب الهتام. ممتازة. ثم كلمة أخرى، الممسحة. الممسحة. تفضلي فشا. الممسحة. اقرأي وترجميها. الممسحة بمعنى بمدام بابان بوته. ممتازة. لا خطأ، الممسحة. مرة أخرى يا فشا، ما معنى الممسحة؟ الممسحة بمعنى بمدام بابان بوته. ممتازة. وكلمة أخرى، اللوحة. اللوحة. نعم فاشا، مرة أخرى. اللوحة. 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 نعم ما معناها؟ اللوحة بمعنى بابان بوته. ممتازة، هذه صحيح. اللوحة. الآن الأرضية. الأرضية. حسنى. الأرضية. نعم ما معناها؟ الأرضية بمعنى لنتي. نعم ممتازة. وكلمة أخرى، الصورة. الصورة. تفضلي. نعم حسنى. الصورة. الصورة. ما معناها؟ الصورة بمعنى جنب. نعم. أمنا، النافذة. 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 معناها يا أمنا؟ النافذة بمعنى تنكب. نعم. ثم كلمة أخرى أمنا، المجلة. 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 نعم ما معناها؟ المجلة بمعنى مجلة. نعم. وكلمة أخرى يا حسنى، الجريدة. الجريدة. حسنى. الجريدة. معناها؟ الجريدة بمعنى سورة خبر. نعم. وكلمة أخرى، القمامة. القمامة. حسنى. القمامة. بمعنى؟ القمامة بمعنى سمبه. نعم. وأخيرا هناك كلمة أخرى، المزبلة. المزبلة. هشيمة. المزبلة. نعم ما معناها؟ المزبلة بمعنى تنج سمبه. ممتازة. ثم المكنسة. المكنسة. هشيمة. المكنسة. نعم المكنسة بمعنى. المكنسة بمعنى penyapu. والآن الإعلانات. الإعلانات. فشا. الإعلانات. نعم ما معناها؟ الإعلانات بمعنى إكلان. إكلان. نعم. وأمنا. أمنا، المدرسة. اقرأي.
المدرسة. المدرسة. ثم الصفات، هناك كلمة الصفات. نشيط، نشيطة. اقرأي أمنا. نشيط، نشيطة. ما معناها؟ نشيط، نشيطة بمعنى اكتف. نعم. وكلمة أخرى نزيف، نزيفة. أمنا. نظيف، نظيفة. ما معناها؟ نظيف، نظيفة بمعنى برسه. نعم. وأنت يا حسنى؟ جميل، جميلة. جميل، جميلة بمعنى؟ جميل، جميلة بمعنى جنتئ. نعم. وأنت يا هاشمة؟ صغير، صغيرة. صغير، صغيرة. ما معناها؟ صغير، صغيرة بمعنى كتل. وأخيرا كبير، كبيرة. هاشمة؟ كبير، كبيرة. ما معناها؟ كبير، كبيرة بمعنى بسر. الحمد لله. إن شاء الله أستاذة، كثير الكلمات dan أستاذة yang kita belajar pada hari ini. إن شاء الله. Yang paling penting أستاذة, saya dapat tiga. Apa ni أستاذة? المعلمه المعلمه الطالبات الفصلي الفصلي. الحمد لله. Ustazah, kita mungkin nak berehat seketika. Naam. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا اليوم سوف اتكلم عن النظافه. قال النبي صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان. من خلال هذا الحديث علينا أن نهتم بالنظافة في حياتنا اليومية، سواء في البيت أو في المدرسة أو في أي مكان. ماذا رأيكم يا إخواني وأخواتي؟ TV KPM. Antum ma'ana fi Didik TV KPM slot menengah rendah. Al-yawm nata'allam 'anil lughatil arabiyyah tahta al-mawdu' hayya linazzif al-fas. Wa ma'ana fi studio Ustazah Mahfuzah Abdullah min SMKA Tok Bacuk Kelantan. Ustazah, segmen kali ini kita nak belajar apa? Semangat ni nak tahu ni. Tafadhali Ustazah. Alhamdulillah, syukran ya Ukhti Syafika. Laqad darasna qabla hadha 21 كلمات الاسم، ودرسنا أيضا قبل هذا 5 الصفات. والآن عرفنا هذه الكلمة، ولكن لابد علينا أن نفهم وعلينا أن نتذكر هذه الكلمات. إذن لابد أن نغني يا شفيقة. أن نغني ما شاء الله. نعم إن شاء الله. تفضلي أستاذة. بسم الله إن شاء الله يا طلابي وطالباتي، هيا غني معي إن شاء الله. المعلم، المعلمة، الطالب، الطالبة، الرف، الفصل، الجدول، الخزانات، السبورة، المنساهة، اللوحة، الأرضية، الصورة، النافذة، المجلة، الجريدة، الكمامة، المزبلة، المكنسة، الإعلانة، المدرسة. سبحان الله، صوت جميل أستاذة، ما شاء الله. قليلا إن شاء الله. تفضلي أستاذة، ممكن كتبوا يتروس كان؟ نعم إن شاء الله. إذن قبل أن نستمر دراستنا هذا اليوم، أنا أريد طالباتي أن تغني معي. ما شاء الله، كتبت تقطع صباي لنقع صور أمريكا. إن شاء الله. إن شاء الله سوف تغني معي طالباتي هاشمة. ابدأي من هاشمة، تفضلي. تفضلي. المعلم، المعلمة، الطالب، الطالبة، الرف، الفصل، الجدول، الخزانات. نعم ممتازة هاشمة. إن شاء الله سوف استمر إن شاء الله. حسنى تفضلي. تفضلي حسنى.
السبورة الممسحة اللوحة الأرضية. نعم ثم استمري يا فشا. تفضلي فشا. تفضلي فشا. السورة النافذة المجلة الجريدة. نعم الكمامة المزبلة المكنسة الإعلانات المدرسة. ما شاء الله. سبحان الله ممتازة. الحمد لله. فشا ما اسم مدرستنا يا فشا؟ المدرسة ما اسم مدرستنا؟ المدرسة الثانوية الوطنية الدينية. صح اسم ده. Tok baca. Kelantan dari Melayu. Naam, alhamdulillah. Wa hazil kalimat, yani bil isyarah. Al-muallimu, al-muallimatu, at-talibu, at-talibatu, al-faslu, al-jadwalu, الخزاناتُ السبوراتُ الممسحةُ اللوحاتُ الأرضيةُ السوراتُ النافذةُ المجلاتُ الجريداتُ الكمامةُ المزبلةُ المكنسةُ الإعلاناتُ المدرسةُ. إذن نغني ونقوم بالإشارة في نفس الوقت. والآن سوف نستمر إن شاء الله لكلمة الصفات، يعني الصفات هنا للمذكر وللمؤنث. إن شاء الله سوف تغني معنا إن شاء الله أختي أمنة. تفضلي هيا تقومين بالأغنية يا أختي أمنة. تفضلي. تفضلي. نشيطة نشيطة نظيف نظيفة جميل جميلة صغير صغيرة كبير كبيرة. نعم ممتازة. نشيطة نشيطة نظيف نظيفة. نعم جميل جميلة صغير صغيرة كبير كبيرات. نعم. الأستاذ أستاذة شفيقة جميل أم جميلة يا أمنا؟ أستاذة شفيقة جميل أم جميلة؟ ها سؤالته. أين هو الصحيح؟ أستاذة شفيقة جميل أم جميلة يا أمنا؟ أستاذة شفيقة جميلة. نعم. و المدرسة كبيرة أم صغيرة؟ المدرسة كبيرة. نعم ممتازة. إذن كلمة الصفات يمكننا أن إذا نريد أن نكون الجملة لابد مذكر وصفته المذكر. الآن سنرى هناك أريد أن أقوم ب السؤال إن شاء الله. ما هذا إن شاء الله سنقوم بدرس ما هذا ما هذا. هذه اللعبة ما هذا. هذا اسم الإشارة للمذكر والمؤنث. إذن يا حسنى ما معنى لعبة ما هذا وما هذه؟ لعبة ما هذا لعبة ما هذا ما هذه بمعنى permainan apa ini. ممتازة. يعني هذا إشارة للقريب. الآن أنا سوف أسأل. أنت أولا. ممكن إن شاء الله. ممكن إن شاء الله. كتير أقامو كان صدق المؤنث dengan مؤنث مذكر dengan مذكر. أوكي تجربة أنا سوف أسأل شفيقة أولا. من هذه من هذه من هذه يا أستاذة شفيقة؟ تجاوب dengan nyanyi ke tidak؟ لا بدون أغنية. هذه المعلمة. نعم صحيح. إذا هذا ما سوف أسأل طالباتي إن شاء الله. تفضلي أستاذة. من هذا من هذا من هذا يا حسنى؟ هذا
هذا طالب. صحيح. هذا وهذا نعم. ولكن هو يلبس لباس طويل. هذا هل هذا طالب؟ مثل طالب. هذا معلم. ومن هذه؟ هذه معلمة. ومن هذا؟ هذا معلم. نعم إن شاء الله. الآن أنا أستمر. من هذا؟ من هذا؟ من هذا يا أمنا؟ هذا طالب. نعم صحيح. من هذه؟ من هذه؟ من هذه يا أمنا؟ هذه طالبة. ممتازة. الآن ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا يا فشا؟ هذا رف. نعم هذا رف. ما هذه؟ ما هذه؟ ما هذه يا فشا؟ هذه مزبلة. نعم أربع نجوم. الآن خمسة نجوم. وسؤال آخر. تفضلي سزا. من هذه؟ ما هذه؟ ما هذه؟ ما هذه يا هاشما؟ هذه صورة. نعم هذه صورة صحيح. والسؤال الآخر. ما هذه؟ ما هذه؟ ما هذه يا فشا؟ هذه مدرسة. نعم Masya Allah. Itu dia soal jawab daripada ustazah kita dengan murid-murid kita pada hari ini. Dan sangat-sangat hebat. Mumtaz semuanya. Jadi ustazah, kita nak bagi ruang serta peluang untuk kita berehat seketika. Mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Didik TV KPM. Hadza fasli. فصلي نظيف وجميل أذهب إليه كل يوم أدرس فيه أكتب وأقرأ القرآن والكتب أحب فصلي. Didik TV KPM. Antum ma'ana fi Didik TV KPM slot menengah rendah. Al-yawm nata'allam anil lughatul arabiyah tahtal mawdu' hayya nunazif al-fas. Jom kita bersihkan kelas. Jadi ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita akan belajar? Tafadhali. Insya-Allah, syukran. Laqad kamilna maharatul qira'ah wal an sawfa nastamir maharatul كتابة. ولكن قبل أن نستمر مهارة الكتابة علينا أن نراجع أولا درسنا هذا اليوم عن الاسم. الآن أنا أريد طالباتي أن يقرأنا الكلمات ببطء حتى يفهمنا جيدا الكلمات أو الخط. نبدأ من فاشا. تفضلي فاشا. المعلم. المعلمة. الطالب. الطالبة. نعم. الرف. الفصل. الجدول. نعم. ثم نستمر بنتي أمنة. تفضلي أمنة. الخزانة. السبورة. اللوحة. الأرضية.
السورة النافذة. نعم شكرا، يعني قراءة جميلة جيدة الحمد لله. والآن نستمر إلى أختي وبنتي هاشمة، تفضلي يا هاشمة. المجلة الجريدة القمامة المزبلة النافذة. نعم صحيح. والآن أخير أختي بنتي حسنى، تفضلي. المكنسة. نعم. الإعلانات. نعم. المدرسة. نعم، هذا الكلمة الاسم الذي قد درسناه هذا اليوم، 21 كلمات. وهناك الصفات للمذكر والمؤنث. نعم تفضلي، نستمر درسنا بكلمة الصفات. اقرأي يا حسنى. نشيط نشيطة. ممتازة. ثم أمنة تفضلي. نظيف نظيفة. نعم ممتازة. ثم هاشمة. جميل جميلة. نعم. وأخيرا فاشا. صغيرا صغيرة. نعم. والأخير فاشا، كملي. كبير كبيرة. نعم، هذه الكلمات كلها لي الصفات. إذن بطريقة الكلام لا يمكننا أن نعرف هل الطلاب والطالبات يمكن أن يكتب. إذن علينا أن نقوم بامتحانات الكتابة إن شاء الله. نستمر إن شاء الله. الآن أريكم الصورة. ما اسم هذه الصورة يا فاشا؟ ما اسم هذه الصورة يا فاشا؟ المكنسة. صحيح، المكنسة. نعم، أيهما الخط الصحيح للمكنسة؟ ألف باء وجيم. نعم مرة أخرى. مرة أخرى يا فاشا. ألف يا أستاذة. نعم ألف، الإجابة الصحيحة. كم نجوم يا هاشي أبنيا؟ سينا باقي لم مركة. نعم خمسة نجوم. صحيح، المكنسة. نعم. والسؤال الثاني هاشمة تفضلي، ما هذه السورة؟ الصورة. نعم الصورة، سنرى الخط ألف با جيم، أيهما الصحيحة الكتابة؟ جيم يا أستاذة. نعم الصو ليس السو ولكن الصورة. نعم هل نرى إجابة؟ نعم. كيف الإجابة؟ خمسة نجوم. خمسة نجوم. ثم كلمة أخرى، ماذا يوجد في الصورة؟ نعم يا أختي أمنة تفضلي. المنفعة. نعم اقرأي مرة أخرى. الممساحة. الممساحة. نعم سنرى الكتابة الممساحة. انظري جيدا. ألف يا أستاذة. نعم الممساحة. نعم صحيح، الإجابة الصحيحة ممتازة. خمسة نجوم. ثم كلمة أخرى، لأن لا يمكننا أن نقول بدون أن نعرف الخط. يعني هذه مشكلة طالبة دائما، يعني لا يعرف الكتابة. سنرى ما هذه. أخطأت. ماذا في الصورة يا حسنى؟ ماذا في الصورة؟ الرف. نعم حقا. نعم ما هي الإجابة الصحيحة؟ ألف باء وجيم. با يا أستاذة. با الرف. سنرى خطأ. با بدون تاء.
تشديد. انا جاوب استاذه. نعم سي ايج سي بلا جاوب استاذه. جيم. نعم جيم. اذا كم نؤتي لها النجم؟ كم؟ كم؟ لي فجأة؟ نعم حسنى. حسنى لحسنى ثلاثة ممكن؟ ثلاثة. اذا نستمر. ايه اخطأت مرة ثانية. ما هذه السورة يا فشا؟ المجلة. نعم الإجابة الصحيحة للمجلة. ما هي الإجابة الصحيحة؟ با يا أستاذة. با المجلة. سنرى الإجابة الصحيحة. ممتازة. خمسة نجوم. الآن ماذا في الصورة يا حسنى؟ ماذا في الصورة يا حسنى؟ السبورة. السبورة. سنرى. هل هذه السبورة؟ هناك فرق بين السبورة واللوحة. السبورة نكتب في الأمام بالطباشير. إذن اللوحة في الوراء. وراء الفصل. إذن اللوحة. اقرأي مرة أخرى يا حسنى. ما هذه السورة؟ اللوحة. نعم ما هي الإجابة الصحيحة؟ ألف باء وجيم. جيم يا أستاذة. سنرى. الآن أنت ممتازة. خمسة نجوم. الآن السؤال الآخر. ماذا في السورة يا أمنا؟ ماذا في السورة يا أمنا؟ هذه طالبة. هذه طالبة. سنرى خط. صحيح الإجابة الصحيحة. سنرى كيف نكتب الطالبة. ما الإجابة الصحيحة يا أمنة؟ جيم يا أستاذة. جيم صحيح. ما معنى الطالبة يا أمنة؟ الطالبة بمعنى سوران بلاجر برمبوين. ممتازة. وأنت طالبة ممتازة. خمسة نجوم. خمسة نجوم. الآن ماذا في السورة يا فشا؟ ماذا في السورة؟ النافذة. النافذة. ذا ذا ليس الزا. سنرى الخط. ألف باء وجيم. تفضلي يا فشا. با يا أستاذة. نعم با النافذة. الإجابة صحيحة. والآن ماذا في السورة يا حسنى؟ ماذا في السورة؟ المزبلة. المزبلة. سنرى كيف نكتب المزبلة. ممتازة. ما الإجابة الصحيحة؟ ألف باء وجيم. انظري جيدا. نعم جيم يا أستاذة. جيم ممتازة. ممتازة. خمسة نجوم. خمسة نجوم لفاشا وحسنى. نعم نعم الحمد لله. الآن ماذا في السورة يا هاشمة؟ ماذا في السورة يا هاشمة؟ الإعلانات. نعم كيف نكتب الإعلانات؟ الإجابة الصحيحة. جيم يا أستاذة. جيم الإعلانات. صحيح الإجابة صحيحة. سنرى ماذا في السورة؟ ماذا في السورة؟ تفضلي يا فشا. القمامة. هشيمة. نعم القمامة. كيف الإجابة الصحيحة للقمامة؟ با يا أستاذة. با. نعم ممتازة. والآن ماذا في السورة يا حسنى؟ ماذا في السورة يا حسنى؟ نعم ما هذه؟ هذه الأرضية. نعم الأرضية. إذن ما هي الإجابة الصحيحة يا حسنى؟ ألف باء جيم. اختاري جيدا. باء يا أستاذة. باء. الآن أنت خمسة نجوم. إذن الكلمة أخرى أمنا. ماذا في السورة؟ السبورة. نعم حقا السبورة. كيف الإجابة الصحيحة للسبورة؟ جيم يا أستاذة. جيم. ها إجابة صحيحة. خمسة نجوم. خمسة نجوم. الآن ماذا في السورة يا هاشمة؟
الخزانة. نعم، ما الإجابة الصحيحة؟ أليف يا أستاذة. أليف؟ نعم، الإجابة صحيحة. كلك كلك كلك. خمسة نجوم. الآن ماذا في السورة يا فشا؟ الجدول. الجدول، ممتازة. أيما صحيح الإجابة يا فشا؟ با يا أستاذة. با، الجدول. بدون ألف يا فشا. مرة أخرى، الجدول بدون ألف. إذن كم نجوم؟ ثلاثة نجوم. ثلاثة نجوم. هناك النجوم. نعم، ماذا في السورة يا أمنا؟ من في السورة؟ المعلم. كيف الكتابة الصحيحة للمعلم؟ با يا أستاذة. با، نعم، الإجابة صحيحة. الآن سنرى ماذا في السورة يا حسنى. هذا الفصل. هذا الفصل، ما هي الكتابة الصحيحة للفصل؟ ألف يا أستاذة. نعم، سنرى الإجابة ألف. ممتاز. كلمة أخرى أمنا، تفضلي، من في السورة؟ المعلمة. ما هي الإجابة الصحيحة؟ جيم يا أستاذة. جيم، نعم، الإجابة صحيحة. أنت ممتازة، ممتازة، الحمد لله. وكلمة الأخرى، تفضلي يا فاشا، من في السورة؟ نعم، من في السورة؟ الطالب. الطالب، سنرى الطالب. نعم، صحيح. إذن الآن أنا أريد من طالباتي أن يكتبن السورة كما يوجد الآن. موجودة الأخيرة حسنى. ماذا في السورة؟ ماذا في السورة؟ نعم يا حسنى، ماذا في السورة؟ الجريدة. نعم، ما هي الإجابة الصحيحة؟ ألف يا أستاذة. ألف، نعم، صحيح. الآن ماذا في السورة يا أمنا؟ المدرسة. نعم، ما هي الإجابة الصحيحة؟ جيم يا أستاذة. ممتازة. والآن هل عندكم ورقة يا طالباتي؟ هل عندكم ورقة والقلم؟ هل عندكم ورقة والقلم؟ نعم، هل عندكن ورقة والقلم؟ اكتبي، اكتبي، كيف نكتب ماذا في السورة؟ إذا اكتبي ماذا في السورة؟ هيا بسرعة، هيا طالباتي بسرعة، ماذا في السورة؟ اكتبي جيدا. واحد، اثنان، ثلاثة. هيا بسرعة، ماذا في السورة؟ ما هذه؟ ما هذه؟ نعم، هيا. ما شاء الله، الميك ناساتو. نعم، الإجابة الصحيحة. كتابة جديدة جميلة أستاذة. الآن الآن من سنرى ما هذه؟ ماذا في السورة؟ ماذا في السورة؟ اكتبي ماذا في السورة. هيا اكتبي. ما هذه؟ ما هذه؟ ما هذه؟ هيا بسرعة اكتبي. واحد، اثنان، ثلاثة. القمامة، المزبلة. نعم، كلاهما صحيح. هناك القمامة وهناك المزبلة. هناك القمامة، إذن الإجابة صحيحة. صحيحة. شكرا أستاذة. من هو؟ من هو؟ من هو في السورة؟ من هو؟ من هو؟ واحد، اثنان، ثلاثة. من هو؟
معلم ممتاز ممتازة. إذا هذا كلها ما شاء الله. Itu dia jawapan daripada murid-murid kita. Nah. Untuk menjawab soalan daripada ustazah kita. Masya Allah, sangat-sangat hebat. Jadi ustazah, kita bagi ruang, peluang untuk mereka berehat seketika. Insya Allah. Mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil di Dek TV KPM. Naltaqi waratan ukhra. أنا فاشا أنا هاشما لعبة ما هذا ما هذه ما هذا ما هذا هذا رف ما هذه ما هذه هذه مجلة ما هذه ما هذه هذه صورة ما هذا ما هذا هذا جدول ما هذه ما هذه هذه مئنسة TV KPM. أهلاً وسهلاً أنتم معنا في ديديك تي في KPM. اليوم نتعلم عن اللغة العربية تحت الموضوع هيا ننظف الفاظ. جم كده برسيكان كلاس. ها جدي أستاذة كلاس كده برسي ني أبي أستاذة وتسأل مركلي إني أبي يعني كده نقبلها جاو أستاذة إن شاء الله. سوف ندرس قليلاً القواعد لكلمة الاسم. إذن هناك الاسم ينقسم إلى قسمين، المذكر والمؤنث. يعني المذكر لي إذا كان إنسان نقول لي مذكر، ومؤنث مثل سنرى الأمثلة في الموجودة المعلم مذكر، والطالب اسم المذكر، والمؤنث المعلمة والطالبة. إذا ماذا أستاذة؟ لأن هناك نعم تاء مربوطة في آخر الكلمة. الآن هل فهمتي يا أمنة المذكر والمؤنث؟ هل فهمتي يا أمنة؟ هل فهمتي كلمة مذكر؟ ما معنى مذكر يا أمنة إذا كان إنسان؟ المذكر بمعنى؟ المذكر بمعنى ماذا إذا كان إنسان؟ رجل. إذا كان حيوان نقول بتينة جنتان. إذا كان إنسان نقول للاكي perempuan. صحيح أمنا؟ فهمتي؟ فهمتي أمنا؟ إذا كان إنسان مذكر ماذا؟ مذكر أمنا؟ للاكي dan perempuan. إذا كان إنسان مذكر بمعنى untuk للاكي، وإذا كان مؤنث بمعنى untuk perempuan. هل فهمتي يا أمنا؟ نعم يا أستاذة. إذا كان مذكر للإنسان ماذا نقول؟ مذكر للاكي مؤنث برمبوان. ممتازة. وإذا كان حيوان قطن ماذا نقول؟ مذكر. نعم جنتان أو بتينة مذكر؟ جنتان. نعم. الآن لقد عرفنا هناك كلمة مذكر ومؤنث. الآن أمنا اختاري كلمة مذكر ومؤنث في هذه الكلمة. معلم مذكر أم مؤنث؟ مذكر. نعم استمري. معلمة مؤنث. نعم استمري استمري. الطالب الطالب مذكر. الطالبة مؤنث. نعم ممتازة. وأنت وسناء الرفو مذكر. استمري. الفصل مذكر. الجدول مذكر. الخزانة مؤنث. السبورة مؤنث. الممسحة مؤنث. اللوحة مؤنث. الأرضية مؤنث. وأنت يا فشا السورة مؤنث. النافذة مؤنث. المجلة مؤنث. الجريدة مؤنث. وأنت يا هاشمة القمامة مؤنث. المزبلة
مؤنث. المكنسة مؤنث. الإعلانات مذكر. ها؟ مؤنث، لأن هذا جمع أصل الكلمة. الإعلانات مؤنث لأن جمع مؤنث سالم. المدرسة مؤنث. نعم. والآن كلمة مذكر أزرق وكلمة مؤنث أحمر. الآن سوف نرى الصفات أيضا ينقسم إلى قسمين، مذكر نشيط ونشيطة. يعني كلمة. الآن سوف نكمل دراستنا هذا اليوم بذكر برا. إن شاء الله. وهذا رموساً أستاذة. نعم. Mungkin boleh bagi rumusan sedikit sebelum kita dikir barat. الاسم ينقسم إلى قسمين، مذكر ومؤنث. والاسم لابد على أن نهتم بدون تاء مربوطة مذكر وبتاء مربوطة مؤنث. وهناك صفات أيضا مذكر ومؤنث. Jadi Ustazah, mungkin Ustazah boleh berikan orang kata prestasi keseluruhan untuk murid-murid kita yang hebat, cukup hebat pada hari ini Ustazah. Alhamdulillah, talibat sanatul ula, yakni talibah jadida, yakni bidayah min sanah fi ibtidaiyah wal'an, hum fi sanatul ula. Izan, yata'allamuna qalilan, li'annahunna fi sanatul ula. إن شاء الله. إذن هذا الدرس كلها إن شاء الله. نلتقي مرة أخرى. نستمر درسنا بذكر بارات إن شاء الله. نبدأ. المؤلم المؤلمة الطالب الطالبة الرف الفصل الجدول الخزانة السبورة المنساة اللوحة الأرضية الصورة النافذة المجلة الجريدة الكمامة المزبلة المكنسة الإعلانة السبورة. Masya Allah, itu dia dikir barat daripada Ustazah. Nah. Untuk topik kita pada hari ini, al-isim dan juga al-sifat. Wahunaka insya Allah, qabla an nakhtatim darsana hadha al-yawm, aqum bi إلى اللقاء مع السلامة. شكرا جزيلا لجميع الحاضرين. ما شاء الله. شكرا أستاذة. أستاذة ممكن boleh beri rumusan secara ringkas الخلاصة لهذا الدرس إن شاء الله. اللغة العربية للسنة الأولى يعني شيء صعوبة، لكن علينا المعلم إن شاء الله علينا أن نغني ونقوم بالكبارة واللعبة حتى يحبون اللغة العربية. ولأجل هذا هناك برنامج اسمها تحبيب اللغة العربية. ماشي. تحبيب اللغة العربية. يعني أستاذة untuk murid-murid kita الطالبات هناك ممتاز اليوم. الحمد لله. شكرا يا طالبات. keseluruhan buat mereka. Alhamdulillah. Ya, insya Allah, Ukhti Hashima, Ukhti Fasha, Ukhti Husna, Ukhti Amna, indakum khamsa nujum. Insya Allah, nastamir maratan ukhra. Wa ta'allamu jayidan al-lughat al-arabiyah mumtaza. Masya Allah, mumtaza jiddai. Insya Allah, nanti peresan mereka dapat mi'ah fil mi'ah. Insya Allah. Jadi, Ustazah, insya mungkin Allah. Kalau murid-murid kita nak cari rujukan, semua rujukan, dekat mana Ustazah? Sumber rujukan insyaAllah di sumberku, di Didik TV KPM insyaAllah. Hanya dars al-lughat al-arabiyah. InsyaAllah. MasyaAllah. Syukran jazilan Ustazah untuk perkongsian dan kelas kita pada hari ini cukup hebat. Jadi, syukran jazilan untuk semua murid-murid yang setia bersama kami. Hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ila liqa.